أسهل طريقة لعمل أسلايم بدون غراء وبمكونات منزلية فقط، تابع الفيديو للأخير. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نصنع سلايم رائع جدا بالعطر. سوف نقوم بأخذ إناء فارغ كالعادة كما تلاحظون، وأول مكون لدينا وهو الصابون. سوف نستعمل صابون الصحون الموجود في جميع البيوت. إذا لم يكن لديك صابون الصحون فقم بتخطي هذه الخطوة، أنا فقط أستعمله كي يكون حجم السلايم كبير. كما ترون هنا، بعد أن أخذنا القليل من صابون الصحون، الآن سوف نستعمل القليل من العطر. كما تلاحظون سوف أخذ هذا العطر، قديم جدا موجود في المنزل، فقلت لما لا أقوم بعمل به السلايم كما تلاحظون. لاحظوا معي، كما ترون قمت بإضافة كمية محترمة من العطر، والآن سوف نقوم بخلطه مع هذه المكونات. كما تلاحظون الشكل الذي أعطاني. الآن أصدقائي سوف نقوم بأخذ القليل من الدقيق كي يكون أيضا حجم السلايم كبير جدا كما تلاحظون، وسوف نقوم بأخذ القليل من بيكربونات الصوديوم، رغم أن بيكربونات الصوديوم غير ضرورية. لمن يقول لي في التعليقات البيكربونات الصوديوم ضرورية، فهي غير ضرورية. سوف نقوم بتخليب هذه المكونات كما تلاحظون، والآن سوف نستعمل مكون آخر وأيضا مكون بسيط جدا. لا أعرف لماذا الناس تعقد الأمور. سوف نقوم بأخذ القليل من اللصاق المدرسي موجودة في جميع المكتبات، فهي ضرورية جدا وبديلة للغراء. سوف نستعمل القليل كما تلاحظون، فهي أفضل بديل لديك للغراء، لأن الغراء كما تعلمون فهو ضروري لصنع السلايم. اللصاق المدرسي فهي بديلة لأداء الغراء كما تلاحظون. الآن الشكل الذي أعطاني سوف أحتفظ بهذا اللون الخاص بالسلايم، لن أقوم باستبداله أبدا كما تلاحظون. الآن أصدقائي سوف نقوم بأخذ مكون سوف يجمع لنا هذه المكونات مع بعض، وهو البرسيل أو البوراكس أو الدنكار أو محلول العدسات. هناك العديد من البدائل، أنا لدي البرسيل، لذلك سوف أقوم باستعماله كما تلاحظون معي. الآن سوف يبدأ السلايم بالتماسك كما ترون. لاحظوا معي السلايم بدأ يتماسك. الآن بعد القليل من التقليب فقط وبعد إضافة المحفز سوف نحصل على النتيجة التالية. الآن أصدقائي هذه هي النتيجة كما تلاحظون، سلايم جميل جدا وبه العديد من الأصوات. كما تلاحظون به القليل من الالتصاق، لكن سوف يزال إن شاء الله مع كثرة اللعب كما ترون. سلايم تحفة ويستحق التجريب كما تلاحظون. أتمنى أن يعجبكم هذا السلايم، وأود أن أشكركم كثيرا على تعليقاتكم في الفيديوهات السابقة. وسوف يكون في هذه الحلقة إن شاء الله سؤال، وسؤال هذه الحلقة هو ما هي عاصمة أمريكا. أول إجابة صحيحة سوف نقوم بعرضها إن شاء الله في الفيديو القادم، في انتظار تعليقاتكم وإجاباتكم على سؤال الحلقة. كما ترون السلايم رائع جدا، لن تمل من اللعب به. اكتبوا لي بعض الوصفات في التعليقات، سوف أقوم بتجربتها إن شاء الله. ومع السلامة، إلى الفيديو القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.